السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ إمام حسين بن خالد قنقرة قلقلوة الأفريكاني تشيف إمام مدام فو إسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال الرب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران الذي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. I thank Almighty Allah. I want to seize this opportunity to express my deepest gratitude to the Creator of everything seen and unseen. Rabbil Alameen. Allah, I thank you very much. We thank you very much for enabling me to say these wonderful, beautiful, fantastic verses from the most, verses of the Holy Quran, and also from the holiest book on earth, Quran al-Majid. I thank you, Almighty Allah, for making it possible for me. I thank you, I thank you, I thank you. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. مرحبا اسم الله كربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ إمام حسين إمام خالد كونغولا قلو قلو الأفريكاني تشيف إمام founder and leader of طريقة الأفريكانية إسلامية سنة. Thank you a million times my brothers and sisters worldwide. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.